بالنسبه للقطايف عجينتها يعني كثير سهله، يعني عباره عن مي وطحين وكربولا، فبنعجنهم مع بعضهم، تكون المي ساخنه شوي يعني. بنعجنهم وبعدين عاد على المصب. بنصبهم بالنسبه للهيئه الحجر يعني، بنصبهم وبعد الصب عاد نفردهم لحتى يبردوا شوي. بعدين ننتقل لمرحله الحشي، يعني بنحشي القطايف عباره عن قريشي. في عالم بتحب انه مثلا تحشيها بقشطه، في جبنه، فحسب الانسان شو بحب. هلا المتوفر معنا هون هي قريشي طبعا. كأكلي يعني تعتبر أكلي يعني مرغوب كتير برمضان. يعتبر رمضان موسم، فسبحان الله هذا السنة يعني كتير كانت الأسواق ميتة بسبب ارتفاع الأسعار. يعني ارتفاع الأسعار أثر على كل البشر، على التاجر وعلى المستهلك وعلى كل العالم سبحان الله.